عقلنة الوصفة الطبية وترشيدها من أهم أهداف الملتقى الأول للأطباء الوصفين والمستشارين بالصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، وإدراج أخلاقية المهنة في التكوين كأحد الحلول للحد من بعض الممارسات السلبية لبعض الأطباء. نتعاون كامل القطاعات باش الوزارة تاع الوزارة تاع التعليم العالي يدخلوا أخلاقية المهنة وأخلاقية الطب في لا فورماسيون تاع الطبيب، باش ندخلوا في ليكونومي دو سونتي والترشيد المال والترشيد الوصفه الطبيه في لا فورماسيون تاع الطبيب مختص ولا العام. العطل المرضيه المفتعله والوصفات الطبيه المبالغ فيها من اهم الممارسات غير الاخلاقيه، فالى جانب التكوين في اخلاقيه المهنه يرى البعض ضروره اتخاذ التدابير التاديبيه كذلك للحد منها. كونكريتمون دابور يفو فير لا بريفونسيون، هي الوقايه كاع الجماعه كيفاه vous marquez des ordonnances mais 15 médicaments recto verso. S'il y a des dépassements, nous prenons en fonction de nos 12 conseils régionaux des mesures disciplinaires qui existent dans le code de déontologie dans le trop prescrit. يبقى موضوع عقلنة الوصفة الطبية من أهم القضايا التي تقتضي تكافل الجهود بين الأطباء وكل القطاعات الفاعلة من أجل اقتصاد صحي ناجح.